أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخبير التربوي الأردني الدكتور محمود المساد. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. محمد يا سيد المرسلين ويا خاتم الأنبياء الأمين، بليل الجزيرة بدرا طلعت ترد الظلام عن العالمين، أتاك إلى الغار وحي وقال لك اقرأ فكنت من القارئين، وجئت بمعجزة في كتاب يبشر بالجنة المؤمنين. محمد يا رائد الفاتحين ويا فارسا فيه روح الأصالة، دعوت إلى الحق سرا وجهرا وبالعلم أنهيت عصر الجهالة، فكنت المبدد كفرا وجورا، وكنت المعلم في كل حالة، نزعت عن المشركين الحجاب وحطمت أصنامهم بالرسالة. محمد أنت حبيب السماء ورمز المحبة في المسلمين، بأزهار قلبي أصلي عليك وأدعوك من قاع قلب حزين، أقل عثرة المسلمين الحيارى وثبت خطاهم بنور اليقين، فأنت المنار الذي نرتجيه وأنت الرسول الحبيب الأمين. محمد يا نبوي الخطى ويا ساطع الدرب نشتاق لك، سلمت شفيعا لأرواحنا، تبارك في الكون من أرسلك، وصلى الإله عليك وسلم، ما دار نجم بقلب الفلك، تتوجت بالنور فوق البراق، فقال لك البدر ما أجملك، وقال لك البدر ما أجملك. محمد مسراك في غربة ومعراج نورك في أسره، وفي القدس محراب شوق حزين يحار المصلون في أمره، تصاريح مختومة للصلاة وشيخ تأوه من قهره، لإسرائك المقدسي أعدنا لتصحو رؤانا على فجره. محمد أنت لنا المرتجى، ومن سار خلفك حتما نجا، فأنت المنير لنا دربنا، وأنت المبدد هذا الدجى، وليس لنا يا رسول الخلاص رجاء سواك يعيد الرجاء، بقربك يفرح قلب الحزين فينفض عنه دموع الشجا. محمد جئناك من كل درب شقينا به دون فيض سناك، أتيناك في غربة المتعبين على الشوك والجمر نرجو خطاك، أعدنا إلى هجرة الفاتحين وهم ينشدون بصدق رضاك، عسانا نكون بحجم الذين أطاعوك حتى استحقوا دعاك. محمد أنقذ رؤى المسلمين وقد أصبحوا في المدى تائهين، محمد خذنا لصدرك إنا
يتامى الصحابة والتابعين، تداعت علينا خيول الغزاة، وداست منانا خطى الطامعين، فما احتر قلب لجرح أخيه، وما هب حر لفك السجين. بمولدك الفذ أيقظتنا، ولدت فأعلنت ميلادنا، وحين نشرت الهداية فينا، بحمل الرسالة شرفتنا. بدونك لا شيء نحن، وإن هوينا بنورك أدركتنا. نسائم ذكراك تحيي القلوب، وها أنت بالذكر أحييتنا، وها أنت بالذكر أحييتنا. بعد جولتنا في رحاب القصيد، أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. سلام الله عليكم وتحياتي لقلوبكم. سأعرفكم عن نفسي، أنا هيام فؤاد ضمرة. أصدرت كتابي الموروث التاريخي، وهو كتاب مشترك لي ولأحد الكتاب. كانت الفكرة عرضناها على بعضنا ووافقنا على أنه نبدأ في كتابتها، وفعلا استطعنا أنه نختار موضوع الموروث التاريخي بالذات، كون هذه الفترة من الزمن دخلت علينا اتفاقيات عالمية كان لها أثر سلبي على تراثنا التاريخي وقيمنا الأصيلة، وكان يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لهذه الحالة الاجتماعية، حتى لا يدخل علينا الشيء السيء بجانب الشيء الإيجابي. فكانت فكرة هذا الكتاب، واشتغلنا عليه على عناوين حضارية تناسب الفترة الحالية وتناسب المتغيرات في الوسط العالمي والمتغيرات في الوسط الداخلي في مجتمعاتنا الداخلية، وبالتالي تأثير هذه الثقافات عند حصول الانفتاح الكبير بواسطة الإلكترونيات الحديثة. فأصبح هناك تغيير في العادات وتغيير حتى في قيمنا التي تعودنا عليها، وبالتالي كان يجب أن ننقل للأجيال القادمة قيمة التراث التاريخي الخاص في مجتمعنا، وخاص في عاداتنا وتقاليدنا، خاصة إنها منبثقة من قيم سماوية وقيم مرتبطة بالأديان، والأديان جميعها تتفق على مستوى قيمي رائع، وبالتالي يجب إعادة إحلالها في المجتمع، خاصة أن الأم بمرحلة هذه المرحلة التي تضطر بها إلى الخروج للعمل، أصبح الأبناء بحاجة لمن يبثهم هذه القيم وهذه الأخلاقيات الرائعة التي توارثناها كابراً عن كابر، وبالتالي حتى تظل قيم متأصلة في مفهوم أجيالنا القادمة إن شاء الله. نتمنى على أنه يكون في هناك دعم لمثل هذه المشاريع. أنا ما عرفتكم أنه شريكي في هذا الكتاب هو الكاتب ماهر حسني بكير دلش، يعمل بالسعودية مدرس، وهو مبدع وكاتب وشاعر. وشكراً لكم، وتحية للرافدين، وتحية لكم جميعاً. شكراً جميعاً لهذا اللقاء. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون، وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. أخواني الأعزاء، عوداً على بدء، نتكلم إن شاء الله عن اللوحة الفنية التشكيلية. اللوحة الفنية التشكيلية أبعاد الموضوع عنها كبيرة ومتشعبة. نختص إن شاء الله اليوم بموضوع
المواد المستخدمة في صناعة اللوحة التشكيلية. اللوحة التشكيلية كما أسلفنا نحتاج إلى الكانفاس وإطار من الخشب، وبعد تثبيته تشكيل الأرضية تبعت اللوحة. التشكيل اللوحة تستخدم الألوان الزيتية أو الألوان المائية حسب العمل الذي تريد أن تقوم به، وحسب الفنان التشكيلي نيته لإتمام هذا العمل. يعني الألوان الزيتية تستخدم بكثافة معينة، الألوان المائية بكثافة معينة. ممكن نستخدم إحنا تقنية وهي تقنية الأحبار. طبعا هنا نموذج بسيط، هذا حبر طبعا صيني لكن يستخدم أحبار أخرى. مثلا عندنا إحنا لوحة مؤطرة، نستخدم مادة الكاز مثلا ونستخدم الحبر. مبدئيا احنا لسهولة الشرح قد نستخدم اسفنجة او مشحاف مجرود، شيء تستطيع ان تكون تكوينات غير منتظمة. في اللوحة ثم تستخدم لون آخر بتشكيل آخر بمادة أخرى. قد تستخدم أبسط المواد، يعني تستخدم السفنج، تستخدم المشحاف حسب المادة اللي أنت تريد أن تستخدمها أو حسب اللون. ممكن تعمل تشكيلات معينة. لو نظرنا لهذا الشكل واعتبرنا أنه الأرضية لونها أبيض، وضعنا لون سكني ثم وضعنا لون أسود، فرغنا عملنا شكل معين، نستطيع أن نأتي بالحبر ومادة الكاز، مادة نفطية طبعا الكل يعلمها، ويدمج هذا الحبر مع الكاز ويوضع في الأرضية ثم تحرك باتجاه معين. هنا سيطلع لدينا شكل غير منتظم محبب أبعاده عشوائية. بعد ما تم تجهيز هذا الشكل تستطيع أن تكتب عليه بخط جميل أو قبل، أو تستطيع أن تكون مجهز من البداية أرضية معينة ذات لون وشكل. هذه الأرضية تكتب عليها بقلمي الرصاص أو بقلم أو بالحبر. من خلال هذا الشيء تضع أرضية أيضا أخرى تمازج للألوان، تختار ألوان بعناية ومتناسقة مع بعض، ثم تصبح اللوحة جاهزة للعرض بعد أن تجف طبعا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخبير التربوي الأردني الدكتور محمود المساعد. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك دكتور محمود. يا هلا فيك. ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرافدين. تسلم، شكرا لك. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. حضرتك دكتور محمود عملت مديرا للمركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن حتى تاريخ 1/2/2022. مدي أن يعني نطلع على هذا التطوير، يعني التطوير الذي أجري على المناهج. كيف صيغة التطوير؟ هل هو محصور بالوزارات وما دون الوزارات، أم هناك سلطة أعلى أو جهة أعلى تملي على الوزارات طبيعة هذا التطوير؟ يعني شكرا لك بالبداية ولهذه القناة المقدرة. سؤال في غاية الأهمية. نتحدث بداية عن المفهوم الحديث للمنهاج. وعندما نتحدث عن المنهاج نتحدث عن كل ما يخطط للطالب أو للمتعلم أن يتعلمه، سواء كان ذلك في غرف الفصول أو مجال المدرسة أو خارج المدرسة. بمعنى أنه كل تعلم مقصود مخطط له يدخل ضمن هذا الإطار، ولهذا يصبح المعلم جزء من المنهاج، ويصبح أيضا كل ما يتصل ويدعم المعلم جزء من المنهاج، إضافة إلى المفهوم السابق اللي هو المحتوى في الكتب المدرسية أو في أي مصادر تعلم أخرى. أمام هذا الفهم نستطيع أن نقول بأنه أي فكر يسوق لقيادات في وزارات التربية والتعليم أو لمشرفين
على التعليم أو من معلمين خارج حتى المحتوى الرسمي المقدم للطلاب قد يكون هو جزء من المنهاج. معنى ذلك أنه ليس فقط ما هو مكتوب هو الشيء المثبت، وإنما أي قول أو فعل من الخارج مقصود ومرتب هو جزء من المنهاج. أنا اطلعت بحكم خبرتي على يعني نظم كثيرة في الخليج العربي، في السعودية والإمارات، وأيضا في الأردن، وزرت معظم الدول واطلعت على مناهجها. المناهج جذعها المشترك في كل الأنظمة العربية مساحة واسعة، ولذلك كأنك تقول بأنه في شبه اتفاق، وهذا طبعا وارد من خلال المؤتمرات واللقاءات التي تحدث لمعظم يعني العاملين في النظام التربوي. هذا الاشتراك أعطى لسببين، سبب مباشر بالمنهاج وسبب بالموجهين لهذا المنهاج، سواء كان منهم مباشرة أو ممن يعني يوجههم بطريقة غير مباشرة. الآن أتحدث عن سؤالك اللي كمدير يعني عام أو رئيس للمركز الوطني لتطوير المناهج الأردني والمشتبك مع معظم الأنظمة التربوية العربية، أستطيع أن أقول لك بأن الاتجاه العالمي يحكم هذه الأمور، وأيضا للوطن العربي أو لمجموعة من الدول هنالك توجيه في يعني ضرورة تطوير المناهج وتغييرها بما يخدم الاتجاهات الحديثة تحت هذا الغطاء، الاتجاهات الحديثة في التربية والتعليم عالميا. وعندما تدخل إلى سياقات هذا التوجه الحديث تجد بأن هنالك كثيرا من الحديث عن التعايش وعن السلام وعن وعن وعن، وهذه الأمور كلها يعني كمفاهيم هي ضبابية ومتحركة، مقصود فيها نحن بطريقة ومقصود غيرنا بطريقة. فإذا تحدثت عن السلام في منطقتنا يجب أن يكون له مواصفات محددة، ولكن تحدثت يعني عن السلام المواصفات التي يريدها أو تريدها القوى بالضبط القوى الدولية، السلام بالنسبة للغير مختلف أمتنا. مختلف يعني ليس السلام الذي نفهمه نحن، صحيح، يريدون سلاما كما يفهمونه هم، أنه يبقى الكيان الصهيوني، السلام مع الكيان الصهيوني، وتبقى مصالحهم تبقى وتبقى هذه الأمة تابعة لهم. نعم، يعني لما بتحدث عن التمييز مثلا وأؤكد على أن التمييز يجب أن لا يكون بين أفراد المجتمع، بين الجنسين، بين الآباء، بين الآباء، كل هذا مقبول. نعم، لا فرق بين فرد وآخر لا بالجنس ولا بالدين ولا بالجغرافيا. ولكن هل بدأ هذا الأمر يتسرب إلى منهجنا في الوطن العربي؟ هذا يتسرب بقوة. ولكن عندما نتحدث عن من يديرون هذا التغيير ونتحدث عن كيان محتل، نجد بأنه يتحدث بعلانية عن التمييز وأن الدولة يهودية وأن الشعب طبقات إذن لماذا هذا التمايز بين دولة وأخرى، بين ما هو مطلوب منا وما هو غير مطلوب من الآخر؟ هذا كله يعني يتوقف على مدى قوة هذه الأنظمة والالتزام بما هو يعني متطلب شعبي أو متطلب مجتمعي. هناك حالة من الأنظمة العربية يعني أو في أقل تقدير يعني المؤسسات المسؤولة عن المناهج التربوية، هل هناك حالة يعني ممانعة، حالة مصد لما يفرض من القوى الخارجية، المفاهيم الجديدة، وحضرتك قلت يعني المفاهيم الجديدة أو التوجه الجديد للعالم، هل هناك مصد عملية معارضة، هناك رأي مضاد ممكن أن يسمع من الجهات المسؤولة في دولنا العربية؟ أنا بالتأكيد هذا يعني شيء
يجب أن يكون. نعم. لاختلاف الناس المسؤولين سواء كان في القيادة ولا في الميدان، تجد محافظة وممانعة، هذا موجود. نعم. ولكن خلينا نتحدث أنه آخر الأمر من يقبل أن ينفذ دون ممانعة فليتفضل، ومن يريد أن يتمسك برفضه ومقاومته يجب أن يخرج، لأنه بالتالي يجب أن تمر هذه الأمور كما يراد لها أن تمر. أنا بدي أعطيك مثلا يعني بعض الأمثلة على الأقل التربوية. نعم. عندما نتحدث بأنه الجذع المشترك لكل الأنظمة التربوية العربية مثلا بأن هذه المناهج تلقينية. نعم. وبأن هذه المناهج تركز على الحقائق والمعلومات، وأن هذه المناهج ممتدة وكبيرة وثقيلة ومملة. نعم. وأيضا سطحية، ولكن المطلوب هو مناهج رشيقة ومناهج عميقة تركز. نعم. على تعليم التفكير. هذا يعني بالأصل أنه يجب أن لا يمانع أحد. نعم. ولكن تكتشف عند التنفيذ بأن المناهج المطورة تكون أكثر تزمتا وتطرفا في الحقائق والمعلومات، وأنها أبعد ما يكون عن التفكير. هذا الأمر في غاية الأهمية، أنه لماذا مناهجنا في كل الدول العربية حتى هذا الوقت رغم 30 سنة من التطوير ما زالت تبتعد عن تعليم التفكير وعن تحصين الفرد بمهارات التفكير العليا التي تمكنه من أن يقبل أو أن يعارض نتيجة مبررات وشواهد؟ هذا سؤال كبير جدا، تجد جوابه في أن هذه الأنظمة وهذه الدول التي تريد أن توجه لا تقبل الرأي الآخر. نعم. بل يجب أن تنفذ دون أن تفكر. نعم. ولكن نتشدق بالحديث بأننا نريد تعليم التفكير. هل هناك عقوبات أو تهديد بإصدار عقوبات للدول التي ترفض هذا التوجه الجديد من قبل القوى الدولية؟ يعني أنا ما بعتقد أنه في دولة رفضت. نعم. ولكن في دولة ما طلت. خطير الأمر. ما طلت. في دولة ما طلت. أيه. أنه يعني ما هو كل الأمور حالة رفض معدومة يعني. مربوطة مرتبطة ليس بحق. هناك رفض من الأمر. أنه إذا بترفض معك أنت ممنوع منك. أيه. مساعدات، ممنوع منك كذا كذا كذا. نعم. لكن ممكن يكون في مماطلة، ولذلك في بعض الدول سبقت بعضها الآخر بما يتصل بالتنفيذ نفذت. نعم. ولذلك وحتى بعض الدول التي نفذت لم تنفذ المطلوب منها بالدرجة الكافية. دكتور، هناك يعني نسمع أن هناك تغييرا كبيرا في المناهج، لا سيما في منهج أو في مادة التربية الإسلامية، يقال أن الإدارات العربية المسؤولة عن إعداد المناهج التربوية والتعليمية صارت تحذف الآيات القرآنية التي تحث وتدعو للجهاد. إلى أي مدى هذا الأمر واقع؟ يعني إلى حد ما، ولكن ليس المقصود التربية الإسلامية أو مبحث التربية الإسلامية. ولو كان المقصود مبحث التربية الإسلامية لكانت القضية يعني بسيطة. نعم. ولكن المناهج عموما التي تعودنا عليها أن اللغة العربية فيها الكثير من يعني القرآن والحديث وأيضا مادة التربية الاجتماعية والوطنية هي، وحتى العلوم والرياضيات وغيره يعني فيها هذا. الآن لما نتحدث أنه كيف امتدت هذه الأمور إلى كل المباحث، من جانب أن كل المباحث مترابطة ومتصلة وما فيش هذا الفصل الحدي بين مبحث وآخر. نعم. ومن جانب آخر هنالك في تيار تسلم في معظم الدول العربية. نعم. هذه الوزارات، وزارات التربية والتعليم، والصفة تبعته أو الصيغة تبعته أو الأيديولوجيا تبعته يعني نشرت هذا. الآن كأنه في عندنا عودة. نعم. المطلوب أن نخفف من امتدادات
هذا الجانب بجميع المباحث، وأن يعني نلتزم إلى حد ما بالتربية الإسلامية وفق الجانب الأخلاقي والجوانب الأخلاقية من الدين. نعم. ولكن يعني أن يعني تكون الأمور بأقل تركيز على الجانب يعني العقدي والصلاة والجانب وسلام وهدوء وسكينة. وللأمانة أتحدث لك بأنه يعني التزمت كثير من الدول. نعم. ومنها الأردن بهذا المجال. ليس القرآن والحديث، لأنه هذا الفهم شعبيا مغلوط. نعم. أنه أنا ما بدي أمنع أي آيات قرآنية، ولكن أنا بدي أحد من الآيات التي تركز على جانب التطرف وجانب العنف وجانب اللي تحت مظلة ما أسميته بالجهاد. هذا الجانب إذا بتيجي أنه إحنا التزمنا بأنه نتحدث في منهجنا عن التعايش والعيش المشترك والسلام والاعتدال وكذا، فنجد بأنه هذا الجانب في نوع من التطرف. نعم. ولذلك يعني تطوعنا بغير توجيه أو بتوجيه غير مباشر أنه نلتزم بهذا المجال. ولكن يعني أستطيع أقول بأنه في خطورة شديدة من المبالغة أحيانا في أنه والله العلوم والرياضيات والعربي خلينا نتمسك بهذه المباحث كما هي، وليست لأنه الأمر يعني لما نتحدث عن الدين بفوت بكل هاي الأمور. نعم. ولكن أستطيع أن أقول بأنه تجاوبنا مع الاتجاهات العالمية الحديثة. نعم. بمزيد من أكثر مما طلب منا. نعم. يعني الرافض أو المانع أنه سائر نحو نحو التطبيع، يعني يقعد ببيته. اللغة العربية لدى أو اللغة عفوا لدى الأمم أهم ركائز الهوية والانتماء والوحدة الوطنية. بعض المدارس يعني الآن ترى اللغة العربية ليست ذات أهمية، مركزة على اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية في الصفوف الابتدائية، وبعضها شطب اللغة العربية من مناهجه، يعني تدرس فقط اللغات الأجنبية. طيب الآن سؤالي، أين دور الوزارات أمام طبعا هذه حالة أصبحت عامة في كل الوطن العربي في كل الدول العربية، موضوع المدارس الخاصة التي تدرس فقط باللغات الأجنبية وتبتعد عن اللغة العربية أو تهمل اللغة العربية، أين دور الوزارات أمام هذا الأمر الخطير الذي يهدد الهوية والانتماء الوطني؟ يعني أيضا هذا موضوع يعني في غاية الأهمية، ولكن يعني قد أكون بالطريقة التي عرضت بها معك أو ليس معك. نعم. أو لست معك. الجانب الأول أن اللغة العربية كشيء يربط أو الرباط القوي بين كل الأنظمة العربية يجب أن نتمسك فيه، ويجب أن نعتز ونفتخر فيه. هذا جانب. الجانب الثاني، لا يمكن أن تكون اللغة الأجنبية سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو غيره كلغة ثانية تصعد إلى المرتبة الأولى بغير إرادة المجتمع العربي. نعم. أو الأفراد. لكن لما نتحدث عن المجتمع بين من يقبل الأولى والثانية نجد بأن هنالك انسجام مع سياقات أخرى. نعم. فلما بتحدث أنه من يعين في هذه الوظيفة أو من يرقى إلى هذه الوظيفة أو من يكسب هذه الوظيفة هو من يتقن اللغة الإنجليزية، كأنه هذا السياق التشريعي يدعم اللغة الإنجليزية بأن تظهر وعلى حساب اللغة العربية. إذن هناك لون آخر من محاربة اللغة العربية، لكن بطريقة مغطاة. بطريقة مغطاة. الآن يعني حتى تقبل بوظيفة يجب أن تجيد اللغة الإنجليزية، ليس بضرورة تجيد اللغة العربية، مع أنه في بلد عربي أنت. بالعكس، أنت إذا إذن سيركز هذا الفرد على اللغة الأخرى ويقول لك اللغة العربية غير مقبولة. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا المهم، أن أهل اللغة. نعم. والمتخصصين باللغة والمعلمين كرواد. نعم. يدرسون بهذه اللغة
على الأقل في التعليم المدرسي الرسمي اللي هو وزارة التربية والتعليم غير التعليم الخاص، كتبوا محتوى هذه الكتب ودرسوها بما ينفر من اللغة. سنكمل هذا الموضوع بعد الفاصل، معذرة دكتور، معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الخبير التربوي الأردني الدكتور محمود المسا. أعود إليك دكتور محمود، كنا نتحدث عن اللغة العربية وكيف تهمل في المدارس الخاصة. حضرتك تناولت جانب خطير جدا، قلت أنه الذين يشرفون الآن على إعداد منهج اللغة العربية يعني أعدوه أو كتبوه بطريقة منفرة. ودي أن يعني صحيح يعني نعرف كيف هذه الطريقة، يعني محتوى اللغة العربية سواء كان بكتب رسمية أو أي مصادر أخرى تدعم اللغة العربية. وأنت تعلم بأنه كل الكتب في الرياضيات والعلوم والاجتماعات تكتب باللغة العربية. فإذا أخذت اللغة العربية وما يدعم اللغة العربية أجد بأنها كتبت بطريقة جافة وبطريقة ليست دافئة وليست يعني التواصل فيها إيجابي ومستمر، على حساب أو بمقابل لغة أجنبية مغرية وكتبت بطريقة وبسياقات جذابة سواء كان بطريقة العرض أو بطرق التدريس. الآن أنا يعني أمام جانبين، جانب منفر وجانب مغري. جانب يدعمه كثير من السياقات والتشريعات مشان يصعد، و في قانون ودستور الدولة بأنه اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى للدولة. هذا الجانب يعني نتيجة السنوات اللي مرت تبين بأنه المجتمع انقسم إلى طبقات. طبقة أعطت اللغة الإنجليزية بامتياز يعني 90% من التعامل باللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية بالبيت والشارع والكتاب والوظيفة، وفي إشي أقل 60-70% 80%، وفي إشي بالمجتمع غير المؤثر في القرى والأرياف والمدارس الحكومية اللغة العربية يعني أخذت هامش أكبر. لكن ما يخيفك أحيانا أن من يدرس اللغة العربية في الجامعات ومن يقعر باللغة العربية ومن يعني يكتب النص بالمنهج وبالمحتوى بلغة ومفردات لا يألف الطلاب ولم يتعايشوا معها ولم يسمعوها. هذه تأتي بقصدية دكتور أم إمكانية من قام بإعداد المنهاج هو هذه إمكانيته غير قادر على أنه يبسط الموضوع؟ حضرتك يعني أجبت على سؤال كان في ذهني حقيقة أسأله، وهو أنه أنا اطلعت على يعني من خلال تدريس أولادنا وتعليم أولادنا في نطلع على مناهجهم، فطلعت أنا على منهج اللغة العربية في مراحل ابتدائية يعطوهم مسائل نحوية معقدة جدا وصعبة جدا، يعني ربما لا يستوعبها إلا من هو في مرحلة الثانوية أو في مرحلة الجامعة. إذن أنا حقيقة يعني الآن أنت أجبت على سؤالي دون أن أسأل، هو موضوع التنفير. الآن هذا الأمر يعني بقصدية هو متقصد هذا المعدل المنهاج أم جاءت بشكل طبيعي هو هذه إمكانيته؟ يعني في لي رأيين، رأي خلينا نقول رسمي ورأي شخصي. الرأي الرسمي يقول لك أنه لا مقاصد ولا توجهات ولا كذا ولا. لكن رأيي الشخصي بأنه ليست فقط هذه القضية وإنما قضية عامة للمناهج العربية عموما بأنها ماضوية. يعني بمعنى آخر أنها تركز على الماضي وتعيش الماضي.
الآن إذا بدي أتحدث للطلاب عن قصيدة، فبدل أن أختار له قصيدة لشاعر معاصر كتبت بطريقة يألفها ويسمعها بلغة بسيطة بلغة فصيحة صحيحة، أو إني أجيب له منها المعلقات وما شابه من الكلمات التي تحتاج إلى التفسير، هذا الجانب يعني يستمر بالحديث عن البترول والحديث عن الطاقة والحديث عن الزراعة. كلنا نهوى أن نعيش بالماضي، بجوز هربا من واقع مؤلم أو واقع مرير، نهرب بدل أن نهرب إلى المستقبل. بدي يعني أعطيك نقطة، إنه لو أجينا لأصل التربية والتعليم، المفهوم، ما معنى التربية والتعليم أو هذا المفهوم التربوي شو بعني؟ بعني إعداد الفرد لحياة مستقبلية ناجحة. طيب أنا كل مناهجي 80% منها تحكي تتحدث عن الماضي، وعندما يقف خطيب الجمعة ويخطب بالناس كأنك تقول بأنه يريد أن يعيد الناس إلى مجتمع صدر الإسلام ويعيشوا فيه. هذا الماضي الذي يشدنا يمكن إلى الخلف، كأنه عقال بشدنا إلى الخلف، ولا نستطيع أن ننطلق. خطبة مركزية تعدها وزارة الأوقاف، شايف؟ ولا يعني نستطيع أن نفكر بالمستقبل ولا أن نعيش. هو مفروض عليه أنه يبقى في هذه الأجواء. هي هذا التوجه، لكن هو مطلوب منا لأن هذه مسؤولية تاريخية ومسؤولية دينية مسؤولية إنسانية، أنه يتحدث عن أوبئة الواقع الحالي، الأوبئة الاجتماعية. جميل حضرتك، يعني نتحدث عن كل ما يخص المؤسسة التعليمية. يعني المعلم هو قدوة، قائد يتعلم منه الطالب، ودائما الطالب يتأثر بالمعلم، ينظر له على أنه القدوة، على يعني يتأثر بملبسه، يتأثر بسلوكه، بمنطقه. يؤسفنا نرى أحيانا بعض المعلمين يرتدون ملابس لا تليق بشخصية قيادية، يعني هذه البنطلونات الساحلة والممزقة، ويعني كأنه تشعر به هو من الشباب المنحرفين، فتفاجأ أنه هو معلم في المدرسة، وهذا الأمر أنا رأيته بأم عيني، يعني لم ينقل لي. طيب يعني قيافة المعلم ألا تعد ضمن مقومات التربية، وتقع مسؤولية متابعتها على قيادات المؤسسات التعليمية؟ يعني تبدأ مدير المدرسة إلى أن تصل إلى الوزير، أين دور الإدارات في هذا الموضوع؟ يعني سؤال برضو ما شاء الله عليك، يعني كلها أسئلة بالصميم. أنا يمكن عشت ودرست وتعاملت مع أنظمة عربية كثيرة، وللأمانة أقول لك بأن المعلم هو من يستطيع أن يدفع بالتطوير وبالتعليم إلى الأمام وإلى الرقي وإلى الجودة، وهو نفسه من يستطيع أن يعيده ويمنع تطوره. إذن المعلم، ويمكن بالبداية ذكرت لك بأنه هو جزء من المنهاج، جزء من المنهاج بعقليته وبسلوكه وبالجانب القيمي الذي يمثله. يعني أنا كتبت بأحد الكتب، ودائما بحكي أنه الاحترام أو منظومة القيم التي يجب أن يتمثلها المعلم كقدوة يحاكي الطلبة بعقله وبسلوكه وبلباسه وبضحكته. المعلم ليس فقط نموذج يحاكى داخل الصف ولا بالمدرسة، أيضا ممكن تحاكيه كيف بمشي بالشارع وكيف ينطق وكيف يضحك. إذن هو من أكثر المؤثرين في الجيل وفي الشباب، إذن أنا يجب أن أهتم فيه، يجب أن يكون فعلا بهذا المستوى. لكن للأمانة أن المعلمين في 20-30 سنة الأخيرة لم يقبل على هذه المهنة في كليات الجامعية، كليات التربية في الجامعات، إلا
لا أريد أن أقول كلمة صعبة أنهم من رواسب الكفاءات، ولكن من المعدلات التي لم تقبل في كليات أخرى. نعم. ولذلك هذا الطالب الذي كان متوسط في قدراته ذهب إلى التعليم وأيضا عاد بهذه القدرات. هذا الجانب العلمي، لكن جانب السلوكي مسؤول الوزارات، هذا كله بتوجيه عقلي مسؤولة عن هذا الأمر. الآن لباسه الذي مال به إلى خارج إطار مهنة التعليم وإلى خارج إطار أنه قدوة ويقلده، بالأساس 80% منهم لا يعرف بأنه قدوة. نعم. ولذلك أنا أقول طيب بأنه مسؤولية الوزارات يا دكتور، مسؤولية الوزارات القيادات يعني هي بنفس الحال يفترض أنه يعني عندما كنت ترى يكون هناك مدير مراقبة محاسبة. هناك سلوك آخر أيضا حقيقة يعني مؤلم، أنه إدارات المدارس والمعلمون يدخنون أمام الطلاب، وأنا حقيقة شفت كثير من هذه الحالات وانتقدت المدراء وانتقدت أيضا المعلمين. طبعا الراجع من خلال نحن أولياء أمور راجع نشوف ما يتعلق بأبنائنا، فمدير مدرسة يفتش الطلاب على حقائبهم بحثا عن التدخين حتى يمنحهم، فأقول لماذا تمنع الطلاب من التدخين؟ يقول سلوك مذموم. طيب لماذا تمارسه أنت؟ يصمت، هو يمارس التدخين أمام الطلاب ويمنعهم من التدخين. صحيح. طيب أنت أمنع نفسك. طيب هذا الأمر دكتور، نعم، ألا يفترض الوزارات أن تكون هناك مراقبة محاسبة شديدة، هناك صرامة في هذا الأمر، يعني لا تمنع المدير والمعلم من أي دخن خارج أوقات الدوام، لكن أثناء فترة الدوام أمام الطلاب أين دور الوزارات؟ يعني حتى أقدر أجاوبك بحق، يعني نعم، أقول لك بأننا نعيش في مرحلة صعود التافهين. هذا يعني تعميم. نعم. ولذلك عندما أنت تنتقد المعلم، نعم، بجوز تقول بأنه خلينا أشتكي للمشرف التربوي أو لمدير التربية، نعم، أو لقيادات وزارة التربية والتعليم. وعندما تذهب إلى تلك القيادات حتى تشتكي تجد هذا السلوك يمارس نفسه. تروح عليه على المكتب بدك أنت تقول له والله مدير المدرسة بيدخن، تجد بأنه هو يدخن الغرفة، يعني من خانقة من إلى من تذهب من الدخان. ليس هذا فقط، أنا أقول لك بأن اللباس حتى لو ذهبت إلى مدير لا تجد بأنه يلبس اللباس الذي يليق، نعم، بهذا المقعد وبهذا الموقف. إذا رحت إلى الوزير نفس الشيء. نعم. إذن هذه الصورة التي رسمتها حضرتك للمعلم وللمدير وللوزير بأنهم يعني قيادات ونماذج، كان في قصد، نعم، يمكن نحط تحتها 10 خطوط، أن هذا النموذج الذي يحاكي الناس ومنهم الطلبة يجب أن نقتله. طيب السلطة العليا الآن دكتور، السلطة العليا الآن تحاسب من يقود سيارته بسرعة فائقة، طبعا السبب يقول لك أنه حتى نحافظ على السلامة العامة للمجتمع. طيب هذا أيضا يضر بالسلامة العامة في المجتمع، لماذا لا تصدر قوانين صارمة مثل ما قوانين المرور ويحاسب الذي يمارس هذا السلوك في مكان عام؟ الآن حقيقة تدخل بالأسواق بالمطاعم الكذا صار هناك حالة استهتار من المدخنين، تجد الشخص المسؤول في ضمن هذا المكان في الأسواق الكبيرة التي تسمى مولات، وأنا لا أريد أن أسمي هذه المفردة لأنه هي غزو ثقافي كلمة مول، السوق الكبير، يعني تجد الموظف نفسه في المحل يعني القطعة فوق رأسه ممنوع التدخين وهو يدخن، كأنه يتحداك، يتحدى المواطن ويتحدى القانون. لماذا السلطة لا تكون صارمة تجاه هذا الأمر؟ يعني لماذا تكون صارمة؟ يعني أنا بدي أحكي لك سؤال حقيقي، أنا بدي أحكي، نعم، لك شيء يعني واقعي، نعم، بين أن ننظر وبين أن نكون واقعيين. نعم. خليني أعطيك مثال. بكيت السجائر هذا الدخان، نعم، ثمنه لنقل دينارين، نعم، دينار منهن بروح ضريبة للدولة. الآن إذا أنا أجيت عملت هذه الحملة
لمنع التدخين أو للتخفيف من التدخين، أنا بعد إذن هناك بعد شهرين إيه؟ برد أرجع أعطيك قانون أو تشريع يدعم أو بلغي اللي أنا عملته، لأنه خسرت أنا كموازنة. بس أبدأ أعطيك أكمل لك اللي أنه أنا تحسست من فقدان جانب من الموازنة لمنع التدخين، ولكن لم أحسب بأن الجانب الصحي هو استثمار بالفرد، وأن المستشفيات وكذا واللي بالأمراض لا، هذا أنا مش معني فيه. معني أنا صار عندي استثمار في جانب آخر. أيوة. وجانب إنساني، جانب صحيح. هذا التناقض بالتفكير. نعم. لذلك أنا أقول لك بأنه الموضوع بين السلطة والشعب، بين الضرر والاستثمار في يعني مثل ما حوربت كورونا، مثل ما تحارب المخدرات، هذه آفة تفتك بالمجتمع ويورثها جيل إلى جيل. أسهل ما يمكن. نعم. أنا براهنك بأنه هذه القوانين التي تعمل بالدول العربية كلها، نعم، أي قانون يخفف من موازنة الدولة يعني لن يأخذ، نعم، طريقه للتنفيذ، يبقى على الرف. نعم. قبل أن يدركنا الوقت دكتور، يعني هناك موضوع حقيقة مهم وخطير. بعض المدارس تسمي أسماءها بأسماء أجنبية وهي في بلد عربي. حقيقة هذا الأمر أنا بتقدير ليس عفويا، وهو جزء من الغزو الثقافي أنا أعتبره، وأكيد كل المتابعين يعني يصفون هذا الأمر هو من الغزو الثقافي. مدرسة عربية في بلد عربي، لماذا تطلق على نفسها اسما أجنبيا، سواء كان إنجليزيا أو كان فرنسيا أو يعني أي اسم أجنبي؟ طيب، يعني مؤكد أنه هذه العلامات التجارية، المدارس، الأسماء، يفترض أنه هناك موافقات خاصة من الوزارات المعنية أو الوزارة المعنية بهذا الأمر. طيب، يعني أين الضوابط في هذا الأمر؟ يعني هل متروك الأمر لإدارات المدارس تسمي ما تشاء، أم هناك ضوابط تفرض على هذا الأمر؟ بدي أن نستوضح منك هذا الموضوع. شكرا لك. الموضوع لما نتحدث عنه هيك بإطلاقه، أقول لك بأن هنالك تشريعات وضوابط، ولكن بنفس الوقت أقول لك بأنه هذه التشريعات وهذه الضوابط لا تؤخذ لا بمحمل جد ولا طريقها إلى التنفيذ. نعم. أعطيك مثال أنه بشكل عام ليست مدارس وإنما شركات ومؤسسات على مستوى الدولة، أنه لا ترخص شركة من غرفة التجارة والصناعة ومن وزارة التجارة والصناعة إلا باسم عربي. نعم. لكن خلينا نشوف البلد. نعم. يعني التي يعني مناسب لها الاسم الأجنبي أو غير كله أجنبي. نعم. الآن خلينا نجي على المدارس الأصل أن تكون هذه المدارس بمسميات ذات دلالة. نعم. ولها معنى ولها ارتباط بشيء يخدم رؤية المدرسة ورسالة المدرسة. نعم. أنا بعطيك مثال، مثلا مدارس إكسفورد أو مدارس كامبريدج. هذه لما تأخذ بتقول والله بجوز أنه الدلالة تبعته والمعنى أنه في بيت عالمي للتعليم وللخبرة التعليمية، جامعة مشهورة، يعني يريد أن يربط مدرسته. هل هو مرتبط بهذه البيوت والمؤسسات التي حضرتك؟ يعني إذا مدرسة كان ذلك أكسفورد مرتبطة بأكسفورد في بريطانيا أو كامبريدج أيضاً؟ يفترض، بس هو مش يعني هناك صحيح. دعم وتواصل مثلاً؟ يفترض، ولكنه قد لا يكون صحيح. نعم. إنه أنا أخذت تشبهت بهذا الاسم فأجي قلنا ممكن، ولكن هنالك مدارس وهنالك مسميات ليس لها معنى. نعم. وليست لها دلالة، وأيضاً ربما يكون الاسم منفر ويجب أن لا يسمح له، لكنه موجود. يعني القانون موجود يمنع هذه الحالات لكن لا يطبق. لا يطبق، ولذلك أقول لك بأنه الحال في هذا الجانب كحال كل أسماء الشوارع وأسماء المحال صارت تسمى بالأسماء الشعبية واللغة، وهذا أيضا في اللغة المحلية، وأيضا هذا بتقديري لم يأتي عفويا. لم يأتي، هو إذا بتأخذ كل
الأمر بشمولية. نعم. قد تجد بأن اللغة العربية مقصودة ومستهدفة اللغة ومستهدفة. نعم. حتى يمكن الغريب أنه من بأيدينا. نعم. ولكن ربما يكون التوجيه غير مباشر للبعض. نعم. ولكن احنا بدينا نتطوع طبعا. هو هذا الشغل الخطير والذكي جدا. انت صح. ترى الامر عفويا لكن الامر ليس عفويا. شكرا لك. شكرا لك الخبير التربوي الاردني الدكتور محمود مساد على هذا الحوار الممتع والمؤلم ايضا. صحيح. ما يمر من صحيح. انهزام وانكسار في وضع الامه. شكرا لك. شكرا لك. وفرصه سعيده ويمكن ان شاء الله انه أتمنى لهذا للقناة والبرنامج مزيدا من الانتشار والنجاح والازدهار. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.